مساء الخير عليكم أصدقائي، عندي تنويه قبل لا أبدي بالقصة. القصة مال اليوم قصة جن حدثت ويا شخص، وما راح أذكر يعني مكانه أو هو منين، حفاظا على خصوصيته. وهو يكو ناس مرات من أذكر قصص بيها جن عاشق بيها سوالف يضوج يعني لأن يسمع يعني مثلا اسم دولته، فلهذا السبب أنا ما أقول المكان اللي تصير بيه. أما بالنسبة للتنويه اللي قلت لكم عليه، هاكو ناس يجي ويكتب لي تعليق يعني بمسبة أو شيء. أخوي العزيز، أو ليش أقول لك أخوي، أنت هسه لو بالشارع تشوفني وجه بوجه أكيد ما راح تتكلم، فصير رجال واسترجل وعيب تكتب يعني هيش تعليقات. أنا بالنسبة لي ما أرد عليك واكتفي أمسح تعليقك، أو اليوتيوب يمسح التعليق، يعني هذا أكتفي بي، لأن بطبيعتي ما أرد على حرمة نهائيا. إحنا من كنا صغار علمونا ما أرد على مرة نهائيا، عيب المرش مهما تقول، عيب احنا نروح ونرد عليها او نسمعها كلام يخدش الحياة. لهذا السبب انا ما ارد عليك. واكو بعد تنويه ثاني صغير، واحد كاتب لي وين مصدر القصص او يريد يعني مثلا شيء يثبت. اخوي العزيز فدوى اروح لك، يعني مثلا احضر لك جني يقول لك هاي القصة حقيقية؟ اخوي العزيز، عالم الجن هو عالم خفي ومبهم، لهذا السبب العالم تجي وتسمع القصص مالته. ما من الممكن انت هسه تروح تحكي لك قصة حقيقية، يعني مثلا الجني يجي يشهد اذا واحد مثلا طلع له جني وسوى به حاجة، يجي الجني يقول لك يا انا سويت لو شنو، يعني لو اجيب لك شخص هو يشوف وصاحبه وياه ما يشوف. ترى عالم الجن عالم كبير وواسع، ولحد هاي اللحظة ما نعرف عنه غير الاشياء القليلة اللي انذكرت بالقرآن. فما تجي وتقول لي وين مصدرك بالقصص، يعني مثلا اقول لك هاي القصة كاتبها جني، لو اقول لك جني عنده تليفون وخابرني اكيد لا يا اخوي، هاي صارت ويا ناس وقالوا صارت ويان، ما نعرف، يجوز بهم امراض نفسيه، يجوز فعلا شافوا جن، يجوز فعلا متزوجين، كل واحد والقصه مالته. انا بدوري اروي لك القصه، انت تريد تصدق على راسي، ما تريد تصدق بكيفك، تريد الشاهد شاهد، ما تريد الشاهد براحتك. ودر هواي سولفت والمقدمه طالت، اتمنى ان وصلتك الفكره، اخذ الفائده من القصه فقط. واذا ما تريد فائده انصحك نصيحه، لا تبحث عن موضوع القصص، لان اليوتيوب اذكى من عندك حاليا. يعني اليوتيوب اذا انت طبيت على قصتين ثلاثه يبدي يطلع لك قصص من قنوات ثانيه، يعني حس بيك انت مهتم بهالمجال. روح شوف لك قناه مثلا بها العاب رياضه اي حاجه ثانيه السله بها احسن لك من القصص، اذا انت عندك شك وريب بهذا الامر. وقبل لا ابدي بالقصه مال اليوم، صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعه الخير، لان الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. اسمي مصعب، وبعد ما عمري عدى 35 سنه بلحظه دراك عرفت انه انا انسان فاشل، شجاع جدا لكن فاشل. فلوس ما عندي، كانت عندي سياره بسيطه جدا قدرت أبيعها وجمعت الفلوس مالتها، وقررت أسافر الدولة عربية أشتغل بيها. والدي ووالدتي متوفين وإخواني مطشرين كل واحد بمكان، الوحيد أنا لا قدرت أتزوج لا أكون نفسي لا ألم. المهم كان مهرب الوحيد أطلع من بلادي، بلكي ألقى شغل ببلاد ثاني. وفعلا سافرت البلاد وشفت الوضعية صعبة جدا هناك، واشتغلت عدة شغلات منها بمطاعم منها بفنادق لغاية ما استمريت بشغلة بعد ما تعلمتها من واحد، وهي صبغ البيوت أو دهان البيوت. وقمت يوميا أتنقل من مكان المكان، وبيوم من الأيام رحت اشتغلت بمحافظة. المحافظة هاي كانت محافظة يعني تقدرون تقولون نائية، أو الناس اللي بيها بسطاء، يعني محافظة مو كبيرة، محافظة صغيرة. وهالمحافظة هاي بيها مكان شبه مهجور، البيوت اللي بيها كانت تابعة العمال يشتغلون مع الشركات. المهم رحت واستأجرت بيت هناك، كان عندي جار بعد بيتين عني. أول أسبوع عدت الوضعية طبيعية، أحيانا بالليل أسمع أصوات غريبة تصدر من البيوت، كلام صوت مال خيل، أشياء غريبة جدا. لكن ببيتي كل شيء ماكو، وبطبيعتي ما أخاف أحد وما أهاب نهائيا، يعني حتى إذا بي البيت جن
أكيد أنا ما راح أعوفه وما أطلع، لأني جاره جار رخيص جدا، وفعلا ظليت جالس بيه، وجاري صار صديق لي، لكن هذا حشري، يعني أحيانا يجوا يسألني أنت ليش وحدك؟ ليش ما متزوج؟ إيش تشتغل؟ إيش قد تحصل؟ كنت أوقف يمه وأنا باني ويا علاقة، أخاف أحتاج حاجة كذا، على الأقل عندي صديق وونس. وأنا تورطت عزمت يمي وهو رجع عزمني، مع العلم هو متزوج وعنده أطفال وحالته المادية تعبانة كذلك. المهم بيوم من الأيام اضطريت أعوف المكان اللي أنا ساكن به، لكن بعدني مأجرة وأروح المكان ثاني تقريبا 7 أيام 8 أيام يلا أرجع. وفعلا طلعت ورحت، وكان هو عنده رقمي، خابرني باليوم الثاني وما جاوبته، وتقريبا يوما هو يتصل علي وأنا ما أجاوبه أبد، نفسيتي تعبانة وعندي شغل، وهذا يسأل أسئلة السد النفس، ودائما يتصل بأوقات متأخرة أو أوقات الصباح، وذن الوقتين ما أقدر أجاوبه بهن. المهم اتصل علي عدة مرات وما جاوبته، ويوم من الأيام وأنا بعدني ما راجع لبيتي لقيته كاتب لي رسالة. قرأت الرسالة وتفاجأت، كاتب لي عيب عليك يا رجل، أنت جايب نسوان للبيت، شفتهن بعيني طبا، وسمعت جوا صوت غناء ورقص، أنت جايب نسوان وتتونس وهاي الحركات، وبتكذب ما ذكرتني، إنه وجه دق الباب عليك تجاوبني من ورا الباب وتقول لي امشي من نانا، وتظل تغلط علي، هاي جزاتها وأنا أكبر منك. غريبة، ما اتصلت على الرجل، الرجل ما جاوبني، وبعدها لبست الموضوع قلت هذا أكيد ناصب علي. المهم كملت شغلي بعد يومين تقريبا ورجعت لبيتي، رجعت للبيت طبيعي، والعصرية كان ما عندي شغل، طلعت برا وظليت واقف أطالع من المكان اللي أنا بيه، منطقة مهجورة ما بيها أحد غير عدة بيوت ساكن بيها الناس، أو ناس يعني باكستانيين ومن جنسيات أخرى، والمكان بعيد صاير شوي. كان يطلع هو وشافني زعلان ناظر علي وحتى ما سلم، رحت أتمشى علي وسألته قلت له شنو هاي الرسالة اللي داز ليها ومسوي زعل، إذا على مود الزعل امشي أراضيك، ما طول تعدك سيارة أخذني بيها المطعم وأنا عازمك. طالع بوجهي وقال لي لا أنا زعلان عليك، هذني النسوان، تعال قل لي منهم. قلت له أي نسوان اللي أنت تقصدهن؟ قال بالبداية زوجتي طلعت وشافت مرة طبت، وبعدها أنا بربع ساعة طلعت وقفت بالباب أطالع وناظر، سمعت صوت مال غناء، وجدتي مرة تتمشي وانفتحت الباب ودخلت، وأنا اتصلت عليك عدة مرات، وتكررت الحالة تقريبا 3 أيام نسمع صوت مال غناء، وبالنسبة للنسوان شفتهن يوم واحد، وأنت جاوبتني من ورا الباب وقلت لي امشي منا، وحتى غلطت علي وتجاوزت، حلفت له وقسمت انه انا ما جيت للبيت ابد وما وصلت وانا غايب وعندي شغل، ما صدق بي، وخابرت عن الناس اللي انا اشتغلت يمهم وقلت لهم انا ايش كم يوم بتت يمكم. طبعا هو بساعته لما ذاك الرجل جاوب وعرف انا بايت وما جاي للبيت تفاجئ وانصحق، فقلت له يمكن المكان مسكون، ضحك وقال لي ايه اعرف اكو بيوت هواي مسكونة، وبدأ يأشر لي عليهم هذا وهذا، نسمع أصوات أحيانا نشوف حركات فوق السطح، لكن لا نتدخل بيهم ولا هم يتدخلون بينا. وصار يسولف لي بقصص مخيفة ومرعبة، أنا بطبيعتي ما أخاف، لكن هالرجل هذا كأنه شيطان، زرع الخوف بداخلي، وقلت له يا رجل كاف السولف، عوف الموضوع مال الجن. دخلنا إحنا تقريبا على 8 وهو واقف يسولف، قلت له أنا نعست وباشر وراي شغل، وهو بس اليوم عطلتي اتركني راح أروح أنام. المهم هو راح لبيته وأنا دخلت لي جوا، سديت الباب علي وأفكر هو الموضوع اللي حكالياه صح، وأصلا مو موضوع واحد وهواي مواضيع، وما أقدر أذكر لكم يعني القصص اللي حكاهن، قصص ما تدخل العقل البشري وكلها قصص قصيرة. مرة واحد يمشي هو وزوجته، وزوجته اجوا وخطفوها الجن من ايده، هذا موضوع ما يصدق، واخذوها بعدها بعدة ايام لقوها بمكان ميت باحد هاي البيوت. ويوم من الايام يقول بلي سمعنا صوت مال بكاء يعني عالي جدا،
وطلعنا برا، وتقريبا نص البيوت بيها صوت مال بكوية، وشفنا ناس شايلين تابوت بأيديهم ويمشون كأنه عندهم جنازة مال شخص، وإلى آخره من القصص المرعبة، وكلها صايرة بالليل تقريبا ورا الساعة 2:12. وأنا أفكر بالموضوع، أحد البوب اللي عندي انفتحت، وحدة تحركت من مكانها، وهالشي خلع قلبي. قمت من مكاني أتمشي وأحاول يعني أسحب نفس شهيق وزفير، وطالع الباب شلون تحركت، لا أكو هوا، كنا بموسم مال صيف يعني، حتى نسمات مال هوا ماكو. رجعت مرة ثانية وجلست، وبعدها فعلا خفت. يوم اللي سمعت صوت بالحمام، كانت عدي عدة أغراض شامبوات وما أعرف شنو، المهم سقطا على الأرض. ويوم اللي رحت للحمام وفتحته، لقيت الرفوف واقعة وحدها على الأرض. رحت مباشرة دخلت بالغرفة، لأن أكيد إذا ظليت جالس راح نجين على هاي الوضعية. واللي سويته رحت لغرفتي، مددت بمكاني وأنا خايف، ألتفت يمين ويسار، الباب مال الغرفة أنا سديتها بإيدي، سديتها يعني بإيدي بإحكام، ما راح تنفتح. حتى لحد الآن أتذكر الباب كانت من الخشب ولونها أبيض، وإلها مقبض حديدي قوي جدا. بيدي رجعته وسديتها، وأنا جاي التفت يمين ويسار، وهستوى عيوني بدأت تغمض، انفتحت الباب وحدها، وانفتحت كلها على حالها، وما شفت أي أحد. قفزت من مكاني وأنا أتعوذ من الشيطان، وافتر بالبيت وأقرأ آيات من القرآن لغاية ما تعبت جدا وقدرت أنام وأخفى تقريبا قبل الآذان بشوية. المهم قعدت ثاني يوم وفعلا رحت الشغلي وأنا أفكر بالموضوع اللي حصل لي، معقولة كلها هلاوس؟ لأن سمعت قصص عن الجن زين، أنا ما أخاف منهم أبد ولا أصلا أؤمن بقصصهم الإيمان القطعي. المهم عدى النهار علي، لكن كل تفكير بتفكير، هو اللي صار وياي حقيقة ولا وهم؟ وحاولت أقنع نفسي أن اللي صار وياي موضوع طبيعي، والباب انفتحت من وحده، ضغط، احتباس حراري، أي شغلة ثانية، المهم مو جن ولا من وراء القصص، معقولة أنا خايف هالدرجة؟ المهم عدت الساعات وما انتبهت غير على الساعة 8 تقريبا بالليل، وخلص هاني عدى علي وقت طويل ولازم هسه أرجع للبيت، وصارت طبتي للبيت تقريبا على الساعة 9. المنطقة هاي اللي أنا ساكن بيها مثل ما قلت لكم منطقة تعتبر مهجورة، ما بيها غير عدة بيوت بيها ناس، يعني ما بيها حركة أبد، والأصوات بهيج وقت تكون قليلة. وبالليل أقوم أسمع أصوات، أكو ناس تسألهم يقولوا لك بيوت مسكونة، وأكو ناس يقولوا لك ما نسمع. وبالنسبة لجاري ما أقول لكم اللي صار اللي هو كله بسببه وبسبب القصص اللي حكاهن. المهم دخلت للبيت، رحت للحمام، وأنا يعني بالحمام سمعت الباب تندق، وقلت أكيد هذا جيراني الباب البر إجا علي يريد حاجة من عندي. ظليت بالحمام وهو أكيد دق الباب وراح، وبعد ما طلعت من الحمام يمكن بخمس دقائق ردت اندقت الباب مرة ثانية، والكلام هذا كان تقريبا على الساعة 10:15 بهالحدود. اللي سويته رحت للباب أرد أشوف من اللي جاي يدق بيه، وقلت منه وما حد جاوبني. خفت أفتح الباب واندقت مرة ثانية، قررت أفتحها، وأول ما فتحتها لقيت بنية تقريبا عمرها 30 من عمري، كانت بنية سافرة، شعرها مفلول وطويل ولونه أسود، وكانت لابسة ثوب لونه خمري، وواقفة وتطالع بوجهي، وكانت تقول لي أريد مي، إذا بها مجال تنطيني مي أنا عطشان. تخيل وياي أنت ساكر بمنطقة وهالمنطقة هاي مهجورة، وعرفت بالآونة الأخيرة أنه هي منطقة مسكونة بالجن، وتجي بنية سافرة شعرها مفلول. بنات المنطقة أو بنات هذا البلد أغلبهم محجبين وما عندهم سفور وما عندهم هذا اللبس اللي لابسته البنية، واقفة قدامي وتطلب من عندي مي.
زين هي تجابها ان هالمنطقة هاي المقطوعة. ظليت اطالع بوجهها وقلت لها انت منين؟ قالت انت ما عليك، اريد مي جاي اقول لك عطشانه. ذاك الوقت سديت الباب ودخلت لي جوه، دخلت لي جوه وظليت واقف بالمطبخ اروح انطيها مي ولا ما انطيها مي، وقررت ما اطلع لها وعوفه. وفعلا ما طلعت وظلت تعدي الساعات وهي ما دقت علي، وشكلها راحت. يمكن يعني بس جت دقت الباب علي وشي ما انطيتها وتأخرت راحت. وظلت اقول لا يمكن بنية، يمكن متيها، الشارع قريب من هنا، اخاف مقطوعة، اخاف سيارتها. وبديت انطي احتماليات، وتقريبا على الساعة واحدة اندقت علي الباب البرة مرة ثانية، واستغربت هو من اللي دق الباب علي بهالوقت المتأخر، حتى جيراني ما تعوديت عليه. اندقت مرة ومرتين وثلاثة، حاولت اتجاهلها وما قدرت، لكن كنت خايف اقوم افتحها واشوف منه، وقررت اعوفها ولا كأنه جاي اسمعها تندق. وفعلا انقطع الدق مرة واحدة، ويا ريت قايم وشايف افضل، لان بعدها صار الدق على الباب مال الغرفة اللي انا كنت نايم بيها. اندق عدة مرات وقلت منو؟ ما حد جاوبني. آخر شي حبيت أقوي قلبي وأشوف إذا البيت مسكون ولا لا. قلت له لك الأمان، إذا أنت كنت من الجن الكافر أو المسلم، أو إذا أنت جنية، إذا أنت جن وموجودين وياي دقوا على الباب. وفعلا اندقت الباب. أنتوا عددكم إيش قد؟ ما حد جاوبني. قلت له إذا أنت واحد دق الباب، أو إذا أنت اثنين دق الباب مرتين. وفعلا اندقت الباب مرة واحدة، اذا انت بنية او اذا انت انثى او رجل وكذا وكذا، واخير شي طلعت انثى على الدقات على الباب. وما حسيت غير مرة واحدة تنفتح الباب وشفت مرة. المرة ما قدرت اميز ملامحها، لكن يمكن البنية اللي اجتي علي، لان انا فقدت الوعي بهالاثناء. ويوم اللي فقدت الوعي شفت منام او استحلمت، كان حلم طبيعي يعني او استحلام طبيعي. ويوم اللي قعدت الصبح قعدت واني متأكد 100% اللي حصل، خاصة لما لقيت شعر تقريبا يعبر المتر ونص طويل جدا موجود على الفراش، تقريبا 4 إلى 5 شعرات كانوا غريبات وخشنات بعد ولونهن اسود. لفيتهن على ورقة وخليتهن بجيبي، حبيت اخذهن الشخص يشوف لياهن مال شنو. وفعلا حطيتهن بجيبي ورحت. وبعد ما خلصت شغلي تقريبا على الساعة 4 رحت الشخص اعرفه يبيع يعني هاي السوالف مال البخورات وهاي الاشياء. حبيت اسأله وشوفه الشعر، ما معقولة اكو انسية شعرها بهذا الطول، وحتى اذا انسية هي تجابها يمي وتجابها بفراشي. المهم طلعتهن من جيبي حتى اشوفها للرجل، وتفاجئت أنا لافة خيوط لونهن أسود. ظليت أطالع عليهن والرجل يطالع علي ويقول لي إيش بيك وأنت شنو اللي رايده. المهم جاوبته بكل غرابة، قلت له هذني كانن شعر ما كانن خيوط. قال لي شعر شنو خيوط شنو. المهم قال لي سولف لي شنو اللي حدث وياك. قلت له أنا ساكن بكذا مكان وكذا وكذا. قال لي الأماكن كلها مسكونة بجن، وهاي المكانات والخرابات بها جن، لكن الواضح الجن هذا ما يريد يأذيك وما رايد منك شيء، واحتمال انت اجيت ونزلت فوقها بيهم يتقبل احد ينزل وياه. طبعا كان الامر غريب جدا. بعدها طلعت منهم هذا الرجل وانا دايخ. والمهم صعدت يعني بسيارة مع النقل، كانت مواصلات ما بيها احد، فارغة الكراسي اللي ورا، وجلست شوية وجتي مرة وجلست قريب من عندي، وماك ثانيتين وحسيتها لازقة بي. وشان تقول لي اليوم أجيك، حاولت أشوف وجه المرأة ما شفتها، وقامت تركض وما أعرف وين اختفت من الباص بين الناس ولا جلست، ما أعرف شنو اللي حدث. مع العلم الباص ما كان به هواي يعني بشر، ما أعرف وين راحت، كانت عبارة عن قطعة أسود بأسود. المهم وصلت للمنطقة وأنا خايف ومرعوب، وصار الوقت اللي أنا أترك به هذا البيت وأترك المنطقة بالكامل، لكن فلوس إيجار ما عندي
وأنا دافع وغراضه موجود هنا والمكان رخيص، قررت أروح لهذا صديقي. خلص هالمرة أني اللي أروح له. وفعلا رحت ودقيت الباب عليه، وبعدها قال لي: يا رجل أنا زعلان منك، أنت مبين عليك ما تسوي خير لصاحبك، ودائما نسوان وغانب بيتك الصبح والعصر كل ما أفوت. دحكي لي يا رجل عوفك من سالفة الجن وما جن، هو أنا جيته ووجهي أصفر وتعبان وبهدوم العمل. قلت له: أنا جيت يمك أريد أقعد وأسولف لك، تراني نفسيتي تعبان. المهم جلست يمه وسولفت له. الرجل صدق بي وقال لي: والحل؟ أنا صح أدري بيها المنطقة مسكونة ونسمع أصوات وهاي الأشياء، لكن هسه خفت. قلت له: لا ما خفت، أنا دائما أسمع ودائما يعني أحس أكو أحد وياي بالبيت، وحتى شفت وحدة وهيج وهيج صار. ظل يضحك وقال: يا ريت تجي علي، ويا ريت أسوي بيها كذا وكذا، ولو جايتني جاي يسولف يسولف، وما حسيت غير يصرخ بصوت عالي ويقول لي: واحد ضربني وقام يتلفت. المهم لما شفت هذا المشهد قدامي مات هو خايف ومرعوب، اتأكدت اكو جن ويانا، وتأكدت جنية لان هو كان يتكلم عنها، مع العلم لا شايفها ولا يعرف اسمها. مباشرة تركني وراح، وانا قررت ادخل البيت، قرأت آيات من القرآن ودخلت. هسه تجي بعد شوية، هسه الباب تنفتح، هسه اسمع صوت، والحمد لله والشكر كل شيء ما صار لغاية الساعة 2. دخلت بالفراش ونمت. اول ما نمت ووفيت، شايف لما انت غثيان او بين النايم وبين القاعد وتحس انه ايدك تروح بمكان او فضاوة او فراغ، هي صار بي. كنت احس انه ايدي بمكان ناعم، وبنفس الوقت اكو فوق صدري كأنه حجر كبير ما اقدر ارفعه، نايم وما اشوف اي حاجة، مو حلم. واول ما فتحت عيوني لقيت مرة كانت جالسة فوقاي سمينة تقريبا، وجسمها ابيض، ما كانت لابسة حاجة، وشعرها نازل يعني على منطقة صدرها ومغطى نص من وجهها، وعيونها كانت بيض. والمرة هاي مو طبيعية، وكان نفسي مكتوم، ما قدرت اتكلم ولا قدرت اقول اي شيء من القرآن موجود براسي، لكن ما جاي اقدر اردد بي، وما اعرف شلون قدرت يعني اقرأ آية الكرسي. ويوم اللي قرأتها مباشرة وخرت من عندي وصحيت واني جاي اردد بيها، شكله هذا حلم. لكن يوم اللي طالعت بالزاوية وكنت اسمع صوت كأنه مال طفل رضيع، لكن صوت ناصي جاي من الزاوية، والضوء اللي عندي بالغرفة قمت اريد اشغله وما اشتغل، وظليت اردد بآيات من القرآن لغاية ما سمعت صرخة عالي، وبعدها اختفى من الزاوية اللي كان موجود، وما عرفته هل هو بشر حيوان ما اعرف، لكن كان يصدر صوت كأنه مال طفل رضيع. المهم هاي الليلة صار عندي شيء ملموس وواضح وشفته بعيني، وقررت باليوم الثاني الصبح ما اطلع لا الشغل ولا لأي مكان، اروح واقول له لازم ترجع لي الفلوس اللي يمك، وانا غشيت والمكان مسكون وانت ما قلت لي. المهم رحت على هذا الرجل، وما عرفت ان الرجل تقريبا الى نص هاي البيوت اللي موجودة، وعنده مكتب يأجر بيه للعالم، وسألني وقال لي: هو انت ليش تدي فلوسك؟ والانسان كان طيب، فقلت له: البيت كذا وكذا بيه الصراحة مسكون وما اريده. قال لي: خلاص انا وديك المكان ثاني بنفس المنطقة اذا حاب. ظليت يعني اناظر وطالع عليه، زين خل اجرب حظي، وما اعرف شلون يعني انضربت براسي في ساعته، وقلت له: ما يخالف. وفعلا انتقلت، وحتى خطية دز وياي السيارة على حسابه، نقل اغراضي المكان ثاني. اول ما قعدت بهذا المكان بالليل تقريبا على الساعة 9 بداية الليل، سمعت صوت المي انفتح واحدة بالحمام، واستغربت، قلت احتمال عطلانة، البيوت قديمة ومتروكة خليها طب اسدها، وطبيت حاولت اسدها وطلعت خربانة، قلت احتمال اجى المي يعني بضغط قوي وفتحها، حاولت اسدها عدة مرات وما قدرت، وبديت ادور على اشياء واحاول افتح واشد، وتمشي علي الساعات، وتقريبا على الساعة 11 يلا قدرت اقطع المي عنها. يوم اللي طلعت يعني من الحمام لاحظت اكو مرة مشت ودخلت للصالة لابسة عباءة سودة،
وشعرها كان مشدود وطويل. رحت أركض للصالة ما لقيت أي أحد، ما أعرف شلون رحت أرد أفتح الباب وأطلع. يوم اللي فتحت الباب كان أشوف واحد واقف واختفى. أطلع ولا ما أطلع؟ زين وين أروح بهالليل؟ أنا بمنطقة قررت أعوفة خلص وأطلع. وطلعت بذاك الوقت بهدومي فقط، غراضي، مستمسكاتي، وجوالي كان بيدي. المكان بالليل ما بي أضوية هواي، بس الناس اللي ساكنين اللي حاط له ضوء برا، والباقي يعني كله أظلم، تمشي مسافات ظلمة جدا. المهم جاي يمشي وأمشي، وكان أسمع صوت مال واحد يناديني، ويمكن هذا صاحبي اللي أنا تعودت عليه. ألتفت ما ألقى أحد، بديت أمشي أسرع وأسرع، وتلفت وراي عبالك واحد جاي يمشي. يعني المهم أكو صوت وراي مال أقدام قوي، وحتى أحس بشي يلمس ظهري، وكل ساعة أجفل وبأحد لفتاتي لي ورا. رجعت التفتت وكان أنصدم بمرة، لكن يوم اللي انصدمت استمرت عن الحركة وما قدرت أتحرك، وعقلي بوعي كانت تقول لي تراني ما جاية أذيك ولا أريد أضرك، امشي ارجع للبيت وقعد، وأنا أوعدك راح أقلب لك هذا البيت جنة. المهم قدرت أردد بآيات من القرآن، قدرت أتحرك وتحررت، لكن أحس أحد مكلب بي وأنا أصرخ بصوت عالي وأقرأ آيات من القرآن، لغاية ما الجوال ماتي اتصل، وأول ما فتحت خط كان هذا الرجل ويقول لي أنت وينك وليش طالع؟ أنا ما كنت موجود، وزوجتي قالت لي وأنت طالع وكذا. وأنا أقول له يا رجل الجن مكلبين بي وأنا بالمنطقة. المهم ما فهم علي حاجة وسد التلفون مني. يوم اللي التفتت لقيت أكو أسلاك شائكة كانت موجودة على طرف الطريق، وأنا لما مار مكلبة بالثوب ماتي، وأنا جاي أصرخ ومرعوب وخايف بسببه. بعدها ابتسمت يعني وضحكت وقلت هاي شبي يعني، وأنا ليش خايف؟ هو شنو اللي صار؟ تبدلت حالتي 180 درجة، وبديت أمشي راجع للبيت. وأنا أروح بهالليل قمت أفكر إذا رحت هسه وقعدت على الشارع ما راح ألقى سيارة أكيد، الوقت متأخر، خل أرجع للبيت أفضل. وأول ما رجعت للبيت مباشرة بوجهي للفراش، أول ما حطيت راسي ونمت هم جت علي حرمة بالحلم، وصارت الرؤية يومية يعني بهالمرخاي يومية أشوفها، صارت جزء من حياتي وما عرفتها إنه هي جنية عاشقة. ظلت وياي 7 شهور قمت أشوفها بالعلن خاصة بالليل، كل ما أطب للحمام تدخل وياي طبيعي، ومثل ما وعدتني قالت لي راح أسوي البيت إلك جنة. كنت أشوف كل شي بالبيت جميل، أي حاجة أشوفها أشوفها يعني منظور ثاني، وهي تجي علي ما كانت تطلب مني حاجة، مجرد أشياء سريرية فقط. بيوم من الأيام قررت أسولف الشخص كنت أشتغل يمه بالبيت، وقلت له أنت تؤمن يعني بالزواج أو الحب بين الجن والإنس؟ قال لي شو هم الجن يبينون حتى واحد يتزوجهم؟ قلت له يبينون لعد ليش؟ قال لي شلون بالله؟ قلت له أنا متزوج من جني. قال اثبت لي. قلت له شاثبت لك يعني أكو واحد يشوفك مرته؟ فقال لي لا اثبت لي بأي حاجة يعني أي حاجة. قلت له هسه خليها مثلا تضربك أو كذا. قال لي أي حاجة أنا قابل. فعلا أصيح أستدعيها أريد ماكو أي حاجة، مع العلم أنا ما جربتها بهالجزية. وبعد عفت هذا الرجل ورحت للبيت، وبهذا اليوم عاقبتني، ضربتني ضرب مبرح. أنا نايم لما انقعدت لقيت آثار مع الكدمات على جسدي، تقول لي أنت شون تسوي بي هذا الشيء؟ وشون تطلب مني هيش طلب أطلع الرجل؟ غريب غريب هذا الأمر مال الجن، معقول الجن هم عندهم غيرة وهاي الأشياء؟ المهم بعدها رجعت على هذا الرجل مرة ثانية، اشتغلت يمه، صارت بيني وبينه علاقة، وقلت له ضربتني وحتى شوفته الكدمات. قال لي أنت عندك مس يسمونه المس العاشق على كلامك، وبدأ يدخل ناس بحياتي وحبوا يساعدوني، وفعلا بعد قراءة القرآن علي اتضح أنه أنا عندي مس. طبعا الشخص اللي قرأ علي قال لي ما الطيب منه أبد إلا أنت تساعد نفسك، ماكو أنا أقرأ عليك وأطلعها عنيدة وقوية، وكل ما أجرد أطلعها
تقول أذي أو أقتله يلا أطلع. المهم عانيت بحياتي بحدود السنة ونص من عده، لأن مجرد ما دخل الشيخ بحياتي وقران بديت أتعذب كل ليلة وأشوف أشياء مرعبة. تخيلوا مرات أنا واقف بالمطبخ يعني أمود الصحون كذا، أنا ماكل يطلع لي وجه من الجدار يصرخ بوجهي ويروح. هاي السالفة لما تحكيها الطبيب نفساني يقول لك أنت مجنون، لكن هاي الأشياء هم يسووها قدامك حتى يخوفوك، لكن بالنهاية اتغلبت عليهم قراءة القرآن. والقصة لهنا وتنتهي. إذا عجبتك دعمني بلايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، وانتظرني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.